طب انت بتحس انهم هن بمنعوك عشان هن خايفين من اللي بتكتبه او مضايقهم اللي بتكتبه ولا فعلا هو في 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 جانب انه خايف من انك تكتب حاجه منافيه للاخلاق هذه الادعاء انك تكتب حاجه تمس بالنظام العام وانك تكتب حاجه تضر بال معناها تعتدي فيها على 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 الغير معناها بكلام اخر لكن هذا ادعاء اللي يصير هو عكس انك تعبر انك انك تخلي بصمتك انك تفرض وجودك في المدينه اللي انت تسكن فيها هذيك هو هذاك اللي ما حبش يفهم ولا ما. اول وحده عاونتني هي امي امك اول وحده اول وحده عاونتني هي امي وديما التفسير هي هي الدوله معناها هو الحاكم شو الرسائل اللي بتحاول توصلها؟ ما فهميش رسائل معناها جوست نعمل حاجة اللي أنا موجود في حيث ما لازمنيش نمسه معناها فهمتني؟ هما يقمعوا فيا بطريقة معينة أنا نقمعهم زيادة بطريقة ما أحسن هما يمكن يقمعوا فيا ضرب وحبس وكذا أنا نقمعهم حاجة مزيانة حريتنا محدودة كإنسان كإنسان أو جنرال في وقتنا الحالي اللي ما عادش يعتبر إنسان يعتبر شخص شخص هذايا حريته محدود ليه؟ محدود على خاطر انت وانا وهو وكلنا اللي قاعدين لهنا كل واحد فينا عنده تليفون كل واحد إلي انفلونسي كل واحد فينا يتأثر بأي حاجة تجينا يتأثر في أي حاجة تجينا ونتصرفه عن طريقتها نغزر للعبيد قبل ما نغزر لرواحنا بشو المجتمع بقيد حريتك؟ يعني نجم نجم عادي عبد متعدي يقول لك نحن انه ممنوع عشان ممنوع بس انه بشكل عام انت بتمارسي حرياتك الطبيعيه في المجتمع التونسي يعني ايش بدك تغير عشان يصير انت وضعك الاجتماعي كشاب افضل خمم تبدل المخ بتاع العبيد تاع صناع القرار تاع العبيد اي خاطر هما عرفت تاع الشباب ولا تاع صناع القرار الكبار الكبار هما تاو تقاليدهم كي يغزرونا لنا احنا يحتقرونا كانت يشوفك كانت تسكيتي يقول لك وين عندك توصل وتبع في حاجات تاع البرة تبع في حاجات تاع الغرب حرام يعني مخهم ياسر صغير اذا انا يعني يشوفوا العبيد اللي كيفنا وكل ديما يحتقروهم فهمت ما عندهمش مخ يعني تاع انفتاح وكل يمشيوا كان بالتقاليد تاعهم والتقليد الاعمى ذا اللي تسمى اللي نقراو فيه وكل اللي قرنا فيه هما يتبعوا فيه يعني التقليد الاعمى هكاك يعني العبيد ما يخموش جوست يمشي بحسب ما بلاده حسب التقاليد تاع اجداده ما يحاولش يتبدل ما يحاولش يتغير طيب يقول لك شعب الف سنين وكله احنا يعني نفسنا من اللي تخلقنا هاو امريكا جت بعدنا يعني وما عندهاش تاريخ وشوف وين وصلوا ما نحبش يعني تكون كيما الغرب نحب كل واحد يكون يعني يونيك فهمت يحب يكون واحد يعني انت بدك تصير زي شباب في دوله معينه مثلا بدك تصير زي شباب في امريكا ليه نحب يكونوا حتى احنا زاد يونيك هكيك انت نكونوا مميزين هي هكيك انت كما كيفهم هما هما مميزين علينا حتى نحبوا يكونوا مميزين في حكايات مش علاش حتى بايش بتحب تتميز انت كشاب تونسي ما نعرفش حتى نتفتحوا اول حاجه يعني نتفتحوا في المخ مش نتفتحوا كلام انت كإنسان ابار مشاكل هذوما عندك برشا مشاكل اخرين الناس كل عندها مشاكل في الدنيا هذه بي عندك مشاكل تاع دار عندك مشاكل تاع قرايه عندك مشاكل تاع فلوس عندك برشا مشاكل مشاكل خدمه مشاكل اللي هو جوست حط كيت تسمع ميوزك وتخرج تمشي تسكيتي باش تعمل جو باش تنسى مشاكلك الكل تلقى العاون هذا يقول لك بري مشي روح شنو تحس مش حس روحك مقموع على الاخر مش حس روحك حد شيء في الدنيا هذه حس روحك حاجه مهم معناها العبيد اللي في تونس ولا المسؤولين ولا اللي هو مهمهمش فيك ما يعطيوكش حتى اهميه ما شباب ورياضه ووزاره ودرشنيه ونعملوا لكم ما فما شيء ناس يدخل منا يخرج منا ما فما شيء مانيش قاعدين نشوف فيه حد شيء جوست كلام